بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنزرع الجوافة من البذور لحد ما توصل معنا شجرة. كل المراحل النمو هنتابعها إن شاء الله خطوة بخطوة على مدار أكتر من 6 شهور، علشان أي حد مبتدئ يزرعها صح لحد ما تثمر معاه إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم عنها مميزات زراعة الجوافة. أول حاجة غير مكلفة نهائي، يعني إحنا ثمرة واحدة بس ممكن نزرع منها مئات الشتلات بدون أي تكلفة خالص. دي أول ميزة. الميزة التانية إن أشجار الجوافة ما بتحتاجش أي نوع من التطعيم غير لما نحب نغير الصنف بتاعها، بس أنا هقولك دلوقتي إزاي إن إحنا نختار شجر الجوافة بطعم جميل جدا. طبعا إحنا أخدنا البذور من ثمرة الجوافة وبعدين غسلناها كويس وبعدين جففناها داخل المنزل بعيد عن أشعة الشمس. كده هي جاهزة للزراعة بطريقة صحيحة. أما بالنسبة للتربة، اي نوع تربة موجود عندك بذور الجوافة هتطلع فيها ما فيش اي مشكلة خالص. المهم لو احنا زرعنا البذور بشكل مباشر من الثمرة هتطلع برضو ما فيش اي مشكلة خالص، ولكن البذور هتطلع فيها مبيعات ضعيفة وممكن تصاب بامراض فطرية وتتأخر في النمو، يعني هي هتنبت ما فيش اي مشكلة فيها خالص، ولكن احنا خلينا نشتغل صح. حاجة تانية كمان مهمة، انك انت لما تختار ثمرة الجوافة حاول انك انت تختار صنف كويس، يعني دوق الثمرة قبل ما تزرعها، لو لقيت ان هي طعمها حلو تعرف ان الشجرة نفسها هتدي نفس خواص الثمره اللي انت اكلت منها، لان طبعا البذور بتكون فيها نفس الجينات بتاعه الشجره. يبقى كده احنا نختار الثمره بشكل كويس عشان ناخد شجره طعمها جميل من البدايه خالص، وكمان عشان ما نلجاش لموضوع التطعيم وان احنا نغير صنف الشجره والكلام ده كله. وخلي بالك كمان، يعني حجم الثمره نفسه ملوش علاقه بالطعم، يعني في جوافه بتكون اسكندراني او جوافه بناتي حجمها صغير خالص بس طعمها سكر، وفي جوافه بتكون حجمها كبير لكن طعمها وحش خالص. المهم ان احنا البذور حطيناها في مكان ظل، وكده كده هي ما بتاخدش اقل من 15 يوم في الانبات، يعني لو اتاخر عندك الانبات ما تقلقش هتطلع ان شاء الله. اهم حاجه انك انت ترويها بشكل مستمر وتخلي التربه رطبه، عشان بذور الجوافه زي ما انتم شايفين بتكون صلبه شويه فبتحتاج ان هي تاخد وقت عشان تنبت، فلازم نحافظ على الري لحد لما يتم الانبات بشكل كويس. طبعا احنا مش هنزرع كل الكميه دي كلها اللي انتم شايفينها، لا، احنا في كل قصيص هنحط بذرتين ثلاثه بس عشان ينمو بشكل سريع، بس انا حطيت شويه اكتر عشان انت بس تتعلم. ودي بعد شهرين زي ما انتم شايفين. طبعا الاشجار دي بتحتاج تسميد عشان تنمو بشكل سريع، عشان نسيب الشجره على كده هيبقى النمو بتاعها بطيء جدا، يعني ممكن ربع معلقه سماد ان بي كي على لتر ميه ونرويها مره كل 15 يوم. شجر الجوافه لما يكون لسه صغير لما نحطه في مكان شبه مظلل النمو بتاعه بيكون سريع والورق بتاعه بيكون كبير ولونه اخضر زي ما انتم شايفين، يبقى احنا لازم نحطها في مكان يكون شبه مظلل ونحافظ عليها كمان من التيارات الهوائيه. شجر الجوافه طبعا من الاشجار الجميله جدا اللي غير مؤذيه، يعني انت ممكن تزرعها في حديقه المنزل، تزرعها جنب السور، الجذور بتاعتها ما فيش اي مشكله منها خالص. لو هنتكلم عن مواعيد الزراعه عشان انا بنسى، مواعيد الزراعه ممكن نزرعها في شهر 8 وشهر 9 وشهر 10 وشهر 11 اللي احنا فيه، وكمان ممكن نزرعها في الربيع يعني شهر 2 و3 و4 هتطلع معانا ان شاء الله. وزي ما قلت لك ان احنا لازم نهتم بموضوع تسميده خصوصا في الاشجار الصغيره زي كده عشان النمو بتاعها يكون سريع. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني الشجره الاولانيه دي وصلت بتاع حوالي اكتر من متر ونص، الثانيه دي لسه ما طولتش. ليه؟ لان احنا قصينا القمه الناميه بتاعتها، فلما قصينا القمه الناميه بتاعتها بدات تطلع تفرعات، وده طبعا هيكون مطلوب. ودي انا سبتها عشان اوريك ان احنا ما قصيناش القمه الناميه بتاعتها، فضلت تطول 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 بدون اي فائده. يبقى احنا كده لازم نقص الاشجار عندنا الصغيره عشان تطلع نموات وتطلع تفرعات ويبقى شكلها حلو. يبقى احنا لازم نعمل تربية للشجرة من هي وصغيرة، ما ننتظرش عليها لما تكبر، وبعدين التفرعات دي بتكون في فرصة أكبر للإثمار، وحتى لما نعمل رش مبيدات تبقى سهل علينا وقريبة من الأرض، لأن طبعا شجرة الجوافة احنا عارفين إن هي من أكتر الأشجار بتصاب بذبابة الفاكهة، الثمار بيحصل فيها دود على طول، وزي ما أنتم شايفين يعني خلاص الجذور بدأت تطلع بره القصيص، فاحنا كده هنحطها في الأرض المستديمة، علشان نضمن إن شاء الله بإذن الله إن هي تثمر معانا في وقت سريع، هنعمل هنا يعني بعض الخطوات البسيطة اللي هتخليها إن شاء الله تنمو بشكل سريع وتثمر معانا بشكل سريع. لما نيجي نحط الشجره في الارض المستديمه في البدايه خالص لازم نختار المكان الصح، عشان ما ينفعش ان الشجره بعد ما تكبر نحاول ان احنا نقولها من المكان اللي فيه، يعني ما نحطهاش في مكان مثلا فيه رياح شديده، لا، نحطه في مكان متداري عشان الشجره تنمو بشكل كويس، ما نحطهاش جنب السور على طول، لا، نخلي مسافه ما بينك وبين السور في حدود 2 متر 3 متر قبل ما نزرع على طول.
لازم نحط سماد عضو متحلل، ولو ما كانش متحلل نحطه في الحفرة اللي احنا عملناها ونسيبه لمدة يوم علشان الغاز اللي فيه يبتدي يطلع. وكمان هنحط طبقة تربة ما بين السماد العضو وما بين الجذور علشان الجذور ما تصطدمش مرة واحدة بالسماد العضو وتاخد صدمة وممكن تموت مننا. الجذور لما تبتدي تضرب الاول في التربة وبعدها بشهرين تبتدي ان هي تخش على السماد العضو يكون تحلل بشكل كامل، وتبتدي ان هي تلاقي الغذاء بتاعها متوفر تحت في التربة. حتى لو انا قصرت وما حطيتش سماد، السماد هيبقى متوفر من تحت في التربة بشكل كويس. المفروض ان ننقل الاشجار في توقيت مناسب، توقيت معتدل في خلال العام، يعني ممكن نقولها في شهر 9، في شهر 10، في شهر 11، ممكن نقولها في شهر 2، في شهر 3، ما يجيش في توقيت يكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، شهر 6 و7 و8 وانقل الاشجار، ما يجيش كمان في الوقت اللي بيكون فيه برد ان انا انقل في الاشجار. لسه فاضل معانا معاملة مهمة جدا بعد ما روينا الشجرة بشكل كويس، طبعا هنحافظ على الري لمدة 3 4 ايام ورا بعض، كل يوم نرويها بشكل خفيف، وبعدين نسيبها بالعطش عشان الجذور تبتدي ان هي تبحث عن المياه. اخر حاجة هنعملها هنبتدي ان احنا نقص القمة النامية بتاعت الشجرة زي ما انتم شايفين عشان ما ترتفعش، عشان تبتدي تطلع تفرعات والشجرة يبقى شكلها صغير وتدينا فرصة اكبر في الاسمار. وان شاء الله في خلال عامين او 3 اعوام هيبقى عندك شجرة جميلة زي اللي انت شايفها. طبعا الشجرة دي عمرها 5 سنوات بس ما شاء الله بتثمر بكمية كبيرة جدا. اتمنى ان شاء الله تكون استفدتوا معلومة واحدة، لو عندك اي استفسار سيبولي في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.